مشاعر النضال التي كانت إبان تحرير عدن حضرت من جديد، وبدأت المدينة تستعد للاحتفال بذكرى تحريرها الأولى. لكن من بين كل صور الحرب ستظل هذه أكثرها التصاقا بالمدينة، صورة للتاريخ توثق اجتياح تحالف الحوثيين والمخلوع لواجهة البحر ومنفذ المضائق. لحظة فارقة في حياة عدن التي كابدت أعتى الحروب وأشدها إيلاما، فيما قال زعيم الميليشيا والمخلوع آنذاك أنهم فعلوا ما فعلوه كي يحرروا عدن من الدولة ويسيروا بها واليمن ككل إلى المقبرة. لم تحتمل عدن هذا الخيار، ولم تظل تحت ليل الانقلاب والحرب سوى 4 أشهر فقط، حتى انطلق ضوء المقاومة وزحف الجيش الوطني بمساندة التحالف لإخراج الانقلابيين منها. فكانت أول مدينة تخرج من قبضة الحوثيين وصالح، وانتصار أول في حرب استرداد اليمن من سيطرتهما. أواخر رمضان وبالتحديد 17 يوليو هو الموعد الذي استيقظت فيه عدن على حريتها بالكامل، لتفتح بعد ذلك أبوابها المهدمة للدولة التي عادت من المنفى. وعلى طريق مدجج بالسلاح شرعت الدولة عبر سلطاتها في تثبيت الأرض التي تقف عليها، أرض وجدتها شبه أطلال خبأ القتلة في شقوقها خلاياهم ورسائلهم. ولم يذق الأهالي والسلطات منها غير طوفانهم العنفي الذي جسد مقتل رجل المحافظة الأول جعفر محمد سعد، وعدد كبير من قيادات المقاومة والمدنيين، وما أعقب ذلك من سلسلة تفجيرات طالت مقرا حكوميا ومعسكرات أمن. تؤكد الحكومة أنها معنية بالأوضاع في عدن أمنيا وخدميا، وخاصة في مجال الكهرباء، إلا أنها لا تتحمل مسؤولية كاملة عما لحق بالبلاد من دمار صنع. بيان الحكومة الأخير بدا شاهدا على فترة ما بعد الحرب في عدن، وفيه إشارة إلى أن شهورا قليلة من الاجتياح كانت كفيلة بتدمير البنية التحتية وتعطيل كافة الخدمات، وهو ما يكلف الحكومة الكثير من الجهد والوقت لإصلاحها. الشاهد أن في مثل هذا التاريخ تحررت عدن، وبقيت شقيقاتها تعز وصنعاء والحديدة وإب تكابد مرارة الانقلاب والحرب، فيما لا تزال طريق الخلاص وعرة وشاقة، لكن معركة حسمها لمصلحة أهلها قائمة.